الحرف الواحد مع أحمد ملا طلال. السلام عليكم، بقائب حياتكم وعظم الله أجركم بمصاب العراق ووحدة العراق وقرة عيونكم أيتها الطبقة السياسية اللي أوصلت العراق إلى ما وصل إليه الآن. شعبنا العراقي العظيم بوجه له رسالة وأقول له أنه لبس الأسود مو بس على الحسين، واللطم مو بس على الحسين، الحسين ثورة وعبرة. حضروا نفسكم للطم والبكاء ولبس الأسود على العراق بفعل أداء النخبة والطبقة السياسية منذ 14 سنة. وقلوا لهم ايش راح تسوون هسه؟ شو اللي بدكم تسوون؟ خلي تفيدكم العقارات والفلل والاستثمارات بكردستان إذا بكم زلمة يقدر يوصلها، خلي تفيدكم. وبالنسبة للقادة الكرد خلي يفيدكم هذا العمل الاستفزازي وتحملوا عواقبه. شنو اللي قدامكم من حل؟ ماكو غير واحد مثلي. أما أن تتقبلون هذا الحكي ببغداد، أما أن تتقبلون اللي صار بحدوده بالمتنازع عليها بكركوك بنفطها وتشيلوها وتسكتون، لو تستعدون للحرب أكو غيرها؟ يا خيار عندكم. أما تتقبلون حدود دولة كردستان وإخوتنا وأعزاء علينا وخلي يأخذون اللي أخذوه، أو تستعدوا للحرب. اليوم يوم مأساوي، يوم حزين بتاريخ العراق، بلكي يستفزكم شوية وتلقون حل، حل بدون أن يوصل مقبرة وادي السلام للسماوة وبدون ما يملي جبال كردستان بالمقابر. خلينا نحكي اليوم عن طوني ملفنا مع اليوم. نعم، تملأ صناديق الاستفزاز. بحسابات كرة القدم منو الأهم؟ الشوط الأول لو الشوط الثاني لو الأشواط الإضافية؟ اللي نعرفه إنه الشوط الأول شوط لاعبين والثاني شوط مدربين والإضافي شوط حظ. هذا السؤال ينطبق نوعا ما على الاستفتاء. ما قبل الاستفتاء شوط وما بعده شوط، وورا سنة ممكن يصير شوط إضافي. هسا عوفوا الشوط الإضافي للأخير وتعالوا للساحة وشوفوا أداء فريق أربيل بيوم الاستفتاء شلون اختلف عن أداء قبل الاستفتاء. الوجوه تغيرت والعلم العراقي الرفع بجانب علم كردستان، ومن سئلوا نجيرفان بارزاني عن علم العراق قال راح يبقى مرفوع بالإقليم. لهجته وقبل لهجة كاك مسعود كانت طبيعية ومسترخية، أبداً مو هي اللي لعلعت قبل الاستفتاء. شنو معنى هذا التغيير؟ هل هو تعويل على مبدأ حوار ما بعد الاستفتاء اللي حكوا عنه انطلاقاً من مبدأ فرض الأمر الواقع؟ يعني لسان حالهم يقول أتفاوض وبجيبي المناطق المتنازع عليها وياها نعم للانفصال خير ألف مرة من روحتي للحوار وإيدي خالية وشروالي تصفر بي الريح. هاي استراتيجية الشوط الثاني بالنسبة لمدرب أربيل. فماذا عن مدرب بغداد؟ شو محضر من أوراق؟ سؤال ينقلنا لطرفين، الأول يرفع والثاني يكبس. نقصد الحكومة والبرلمان. الحكومة مثلاً البارحة هددت وتوعدت بلسان العبادي وأعلنت عن حزمة إجراءات دستورية أبرزها تسلم المنافذ الحدودية والمطارات بحكم كونها من اختصاص الحكومة الاتحادية، والطلب من دول العالم عدم التعامل ويا سلطات الإقليم بشراء النفط. أما اليوم فأعلنت قرارها لحماية المواطنين بالمناطق المتنازع عليها إذا تعرضوا لمخاطر. أما البرلمان فصوت اليوم على دعوة الحكومة لإعادة حقول النفط بكركوك لسيطرة وزارة النفط الاتحادية، وصوت على منع الشركات النفطية من العمل بالمناطق المتنازع عليها، وألزم رئيس الحكومة بإعادة انتشار القوات العسكرية العراقية بكركوك والمتنازع عليها واللي كانت موجودة بها قبل حزيران 2014. الأحرى أن الشوط الثاني البغدادي كان حامي، بحيث بعض رموز أربيل وصفوا الإجراءات بإعلان حرب. كل هذا وما قلنا لكم لحد الآن بأهم تسريب وصلنا، واللي يقول أنه حيدر العبادي البارحة
خاطب دائرة الجمارك وطلب منها تهيئة كادر يدير منفذ إبراهيم الخليل بين العراق وتركيا، واللي عرفناه إنه الكادر جهز وراح يباشر عمله، وأكيد ما راح يروح عن طريق بري الكردستان، ولا ذول الموظفين راح ينزلون بباراشوت على منفذ إبراهيم الخليل، بس ممكن يشدون يطغاتهم ويروحون لتركيا ومنك يحاصرون الإقليم بالاتفاق مع الجانب التركي. والدليل أن الأتراك من جانبهم أعلنوا عن هاي الخطوة اليوم. هذا التطور هو الأهم ومودينا لمنطقة يجوز ما كانت تخطر ببال أربيل، كونها اقتصادية محض وتبدو مثل عملية قتل رحيم وقانوني. يعني المطلوب هسه من العراق وتركيا وإيران تحديدا إعادة كردستان إلى لحظة ما قبل 2003، إقليم شبه مستقل بس مسيطر عليه ومروض مثل نمر جبلي محطوط بقفص، جائع وفاقد للرعاية الدولية لأنه متمرد وما أخذ نصائح الكبار. هسه إذا عفنا هاي التطورات ورحنا للمشهد السياسي وتأثير الاستفتاء عليه، فقدامنا طسة كبيرة ممكن تقلب الكوستر، فراح نسمع صافرة من الحكم كلش قوية يمكن تطرش إذان الجمهور، والصافرة هاي هي الانتخابات وتأثير غياب الأكراد عنها حالة أزمة الأمور وصارت قطيعة تامة. بعض القوى السياسية راح تلقاها ذريعة لتأجيل الانتخابات، وإذا صار هالشي فقر السلام على موقف العراق بصراع القانوني والدستوري ويا الإقليم. أي طبعا موقف الدولة العراقية راح يضعف، وأول شي راح تقوله أربيل إنه العراق دولة فاشلة وحكومتها ما تمتلك أي شرعية لأن برلمانها انتهت دورته ودخل في فراغ دستوري، فعلى شنو تريد تحكمنا؟ لهذا بعض الأطراف منها سبدت تدعو لفصل مشكلة الإقليم عن ملف الانتخابات، لأنه تأجيلها راح يودينا ذاك الشوط الإضافي اللي قلنا لكم عليه بالبداية. والخلاصة ممكن نخسر حتى لو جابونا كارلوس البرتو يدربنا. هسه منو الأهم بحسابات كرة القدم؟ الشوط الأول لو الثاني لو الإضافي؟ الجواب كل هالمهمات بس يكون عندك واحد مثل مورينهو. رحب بكم وناقش تداعيات هذه الكارثة مع السيد حاكم الزامي رئيس اللجنة الحكومة الدفاع النيابية، كذلك مع السيد محمد أمين رئيس الوكالة الإفتراضية النيابية، ومن أربيل سيد عبد الحكيم خسرو القيادي في الديمقراطية الكردستاني. رحب بكم ضيوف الكرام، وخليني أبدو ياك سيد عبد الحكيم خسرو، أعزيك وأعزي نفسي. بحكم توقعاتنا لتداعيات هذه الخطوة اللي قمتم بها اليوم على العراق وعلى بكل أطيافه بكل شعبه وبالخصوص على شعب كردستان، أعزيك وأعزي نفسي. مساء الخير، تحية لك أستاذ أحمد ولضيوفك الكرام ولمشاهدي الشرقية. أنا مو قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، أستاذ العلوم السياسية جامعة صلاح الدين. فيما يتعلق بالاستفتاء اليوم، طبعا نعلم جيدا تداعيات الاستفتاء ويعني لماذا وصلنا إلى هذه المرحلة. يعني كان هناك تواصل في مراحل سابقة وكان هناك اتفاقيات وكان هناك نقض لهذه الاتفاقيات، وأيضا يعني جملة كثيرة من التفاصيل ربما لا نعود إليها لأنها أشبعت. أنا ما أريد أرجع لها، أريد أحكي باكر. والحديث عنه أنا ما أريد أرجع للماضي، أريد أحكي باكر. خلاص سويت استفتاء، نتائج يمكن خلال ساعات أو باكر تطلع، النسبة يجوز تتجاوز 80%. خلاص هذا الموضوع ما أريد أحكي به. باكر إيش راح يسوون؟ وش تنتظرون؟ يعني بالتأكيد الاستفتاء، ويعني ضروري أنه نفهم الرسائل التي أتت من بغداد من أقليم كردستان وخاصة من قيادات كردستان قبل الاستفتاء واليوم ويوم أمس. طبعا هذه الرسائل كانت واضحة جدا، أنه الأقليم لا يستطيع العودة إلى طبيعة العلاقة السابقة، ولا يمكن الاستمرار في هذا الوضع اللي احنا نسميه الموت البطيء، باعتبار كل يعني المؤشرات تشير إلى أنه العراق والسياسة العراقية بسبب الإهمال وبسبب عدم التواصل وحل الإشكاليات التي من الممكن تؤدي إلى صراعات، فإنها ستلجأ إلى الأوراق التي أعلنت عنها اليوم، سواء كان بالتواصل مع الدول الإقليمية، سواء كان بما تمتلكها من قدرات كدولة ذات سيادة ولديها
قدره في التواصل مع المجتمع الدولي. وهذا مستعدين لمواجهته استاذ عبد الحكيم؟ ان لم يكن اليوم فغدا. يعني بالنتيجه مساله الاستفتاء كان يعني الوصول الى نقطه بانه العراق الذي ساهم المجتمع الدولي في اعاده بنائه بعد 2003، العراق يعاني من ازمه حقيقيه وتعاني كدوله من حاله من القطيعه بين مكوناته، ولا يمكن الاستمرار في هذه الحاله الموجوده، باعتبار انه اذا استمر العراق دون وجود اي رؤية واضحة سواء كان للدول الراعية للعملية السياسية في العراق، للدول الراعية لدعم الحكومة العراقية من الخروج من هذه الأزمات وخاصة من الحرب على داعش ومن ثم إعادة البناء وتخفيف الهيمنة، هيمنة الدول الإقليمية. ما قدموا لكم ألف عرض يا سيد عبد الحكيم، قدموا لكم ألف عرض. من خلال ألف عرض يعني أهونها هو يعني لا طبعا هذه لا لا يعني خلي أنا عفوا بالقياس لتداعيات هذه الخطوة، ايش تتوقع يعني؟ ايش تتوقع بغداد راح تسكت لو العرب راح يسكتون؟ خليني احكي لك على العروض يعني. لا نحكي عن العروض، نحكي عن العروض وخليك وياي هسه وخليني يعني اروح. لا لا عفوا يعني خليني ارجع لبغداد، خليني اشوف شنو هالخطوات اللي اتخذوها اليوم، خليني ارحب مرة ثانية بالاستاذ حاتم الزاني واقول اكو مثل صعب ما اقدر احكي مثل عربي عندنا. لا ها لا صعب 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 ما ينحكي، لكن اليوم قراراتكم في مجلس النواب يعني بعد لها قيمه، لها وقت شنو وقتها بعد يعني بعد ما شو اسمه ما ينحكي ما شاب لا بعد اقوى شنو فائدتها غير دفع الكرد الى الناس؟ سووا استفتاء بقراراتكم اليوم جاي تدفعوهم للاستقلال. يعني برايك اولا شكرا جزيلا على الاستضافه، رغم كل ما قدمته يعني برايك شنو نسوي مثلا؟ شنو نسوي مثل ما صارت الفوضى مثلا اليوم بالبرلمان انه ناخذ قوات وندخل على اقليم كردستان ونحتلها مثلا؟ انت برلمان جهه تشريعيه رقابيه، وانا اقول بالنسبه للاستفتاء بالتاكيد هو ثمن الانتصار على داعش، هذا اليوم ما جرى هو ثمن الانتصار ما حقق جيشنا الباسل، الشرطة الاتحادية، حشد الشعبي، جهاز مكافحة الإرهاب ونجحنا. ثمن لو ضريبة تقصد؟ ثمن أو ضريبة شو تسميها نفسها؟ هذا ثمن الانتصار هو الاستفتاء والانفصال. احنا صار لنا 14 سنة دخلونا بحرب باسم الدين باسم الطائفة ودفعنا أنهر من الدماء بحروب داعش، القاعدة، التوحيد والجهاد، مجلس الشورى، وياكاد انه توحدنا. وشفت محمد تميم يدافع ويطالب من اجل تحرير الحويجه، نواب لجنه الامن الدفاع ذهبوا وياي للموصل وللانبار، وشفنا السني شال سلاحه سابقا، ما كان هذا النفس، ما كان هذا التوجه، يعني كان شد طائفي، ولاحظنا قبل 2014 اللي جرى توحدوا العراقيين، لازم يوجدوا لنا شيء جديد. هو الحرب اليوم الحرب بالتأكيد دول إقليمية، دول الكبرى كلها ضد أمريكا وغير أمريكا كلها ضد الاستفتاء. هذا كلام من يقول؟ هل مسعود البرزاني يجرأ ويقيم استفتاء وأمريكا ما تقبل؟ والله خلى رأسه برأس أمريكا ورأسه برأس إيران ورأسه برأس تركيا ورأسه برأس بغداد كلام وما سمع الكل واحد وخلي سادة أحمد التعلامي، أنت لا تأخذ الإعلام. أولاً مثل ما أطلق الضوء الأخضر الصدام ودخل للكويت، لكن كان هناك توحيد، كان هناك دول الخليج، كان هناك تحشيد من قبل الكويت، واستطاعوا أن يخرجوا الدكتاتور صدام من الكويت. زين إحنا معقولة هسه إحنا هاي جايين نحارب بالنيابة عن العالم، وقتلنا آلاف فقط في معركة الموصل 28 ألف إرهابي، أغلبهم من دول أوروبا، أغلبهم من أمريكا وبريطانيا، ونحارب بالنيابة عن العالم. إذا استسلموا للأمر الواقع، إذا استسلموا للأمر الواقع قصدي نحارب بالنيابة عن العالم. زين أنت تجي هسه تجي تتضوء الأخضر ويتم عملية الاستفتاء. ما جرى أنا أقول يعني أكو من أنطى الضوء الأخضر لمسعود البرزاني بعملية الاستفتاء، وإلا لا يستطيع أن يجابه كل هذه الدول. إحنا نريد حل. إحنا هسه إحنا بالنسبة لنا اليوم أصدرنا يعني كثير من التوصيات، وسننا
نناقش هذه التوصيات مع الحكومة مع رئيس الوزراء. الأربعاء سيكون اجتماع في مجلس النواب، وبالتأكيد نسمع الحكومة ما هي الخطوات التي تستطيع أن تنفذها. بالتأكيد احنا اليوم ما قمنا به هي ترقيع لما قام به سياسيين سبقونا، من كتبوا الدستور ووضعوا به هذه الألغام، من سببوا بسقوط ثلث الأراضي العراقية بيد داعش، من سمحوا للكرد يتمددوا ويسيطروا على المناطق المتنازعة، اليوم من تسببوا في السيطرة على حقول النفط. احنا اليوم جاي نرجع هاي الأخطاء، جاي ترقعون هاي. نعم، يعني ما بإمكانكم أن تتخذون أي خطوة لحل المعضلة. كيف ترقيع؟ يعني ترقيع. شنو اللي بيدكم؟ العملية عملية ترقيع. لا، اليوم نخول الحكومة ونطيها يوم الأربعاء يمكن يجي ونطالبوه بأنه يروح المناطق ينشر قوات مناطق متنازع عليها، هذا إعلان حرب مثل ما سموه الكرد. يعني ناويين تحاربون لو ناويين تعترفون بالأمر الواقع؟ لا لا، اعتراف بالأمر الواقع هاي حقوق ناس. اليوم كركوك هي منطقة مدينة عراقية ليست تابعة لإقليم كردستان. هناك مناطق سيطر عليها الإقليم بعد 2014 وصارت أمر واقع، وهناك مظلومية، وهناك ناس اليوم لاحظنا والأخوة يمكن العرب يؤكدون ذلك بالمخيمات النازحين تم إجبارهم على التصويت. اليوم منو أشرف على عملية التصويت؟ من يقول هذه العملية شفافة؟ من يقول الشعب الكردي؟ سيد حاكم، يعني أقول حتى وإن، من يقول الشعب الكردي كله راضي؟ إحنا كثير من الأخوة الكرد اتصلوا بي قبل أنه من بينا في هاي التوصيات نواب ومسؤولين، قال إحنا مجبرين، ما معقول تضعونا في زاوية وتعتبروننا أعداء. أستاذ محمد، بغض النظر عن اللي قاله سيد حاكم، أنا سويت استفتاء، أنا اللي أسوي دولة، أنا واقف على حدود المناطق المتنازع عليها، ما أشتري كلامك فلس يعني يا أبو بغداد. هذا الموقف راح تسوون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا لحضرتك المشاهدين الكرام والضيفين الكريمين. حقيقة الاستفتاء حصل الآن، وعلينا بغض النظر عنه هذا تزوير، هذا صار، هذا راضي، هذا ما راضي، القضية هو رفض للمبدأ. احنا اللي عارضنا اصلا هذا المبدأ. اما اني ارجع اخوض هذا زور وهذا انتخب وهذا هذه القضية، مو هذه القضية اللي دا احكي عليه. انا دا احكي على رفض للمبدأ، وانه هذا المبدأ هو غير دستوري وغير قانوني ولم يرد في الدستور العراقي. اما عندما نتحدث انه بغداد خرقت الدستور واريد انفض معاها شراكة، هو أكو طرف ما خرق الدستور؟ خلينا نتحدث بصراحة، الكل خرق الدستور. أما فيما يتعلق بقضايا قطع الرواتب وغيرها عن الإقليم كردستان وقطع الموازنة، زين النفط اللي يصدر الآن واردات العراق كلها، أنا الآن رئيس لجنة مالية وبديت أطلع على أرقام ربما أكثر من قبل، 93% من واردات العراق هي نفط. النفط اللي يصدر من كركوك ومن الإقليم الآن حوالي 28%، يعني أكثر من 17% اللي كان يستقطع منها سيادية وحاكمة اللي تصفي 13% تقريبا، الآن 28%. صحيح، وين دا تروح الفلوس مالها؟ ليش ما تندفع منها رواتب المساكين على كل؟ اسمح لي، اللي ما دفعت لهم، خلي أرجع على سؤال، اللي ما دفعت لهم رواتب اليوم راحوا زرافات تترى عني، وراحوا قالوا نعم الاستقلال. هذه لا تلعبون على هذا المساحة، تشيل ايش راح تسوي يا اخوي؟ هذا النظام اللي يحكم هناك نظام شمولي، هاي ديمقراطية العصا. اليوم طلعوا القرى العربية بالدبس سوب، اللي بالمخيمات اخذوهم سوب، سحلوهم سحل، اللي تطلع له هاد قصدي، هذا اكو واحد يقدر يروح هناك يقول لا انت غريب فمو غريب؟ هاي القضية معلومة، اسمح لي. خليني ارجع لسؤالك. بغداد لا زالت تملك الكثير من الأوراق، وموقف التساومي الكثير من الأوراق. ها بتقول لي تروح على الحل العسكري، هواي حلول. اليوم بدت بإجراءات سيطرة على معبر إبراهيم الخليل، من ينسد معبر إبراهيم الخليل. ها بتقول لي الحرب اللي صارت بين الاتحاد الوطني والديمقراطي بالتسعينات، ها بتقول لي على مبادئ وعلى صارت على منفذ إبراهيم الخليل. هذا المنفذ من ينسد، هذه خنق هساني، ما ريت تقع برؤوس الفقراء، بس خليهم ينتبهون، هذه راح تقع برأس الفقير. الحصار صار على العراق، ليش تأذوا منه صدام وعائلته؟ تأذوا منه العراقيين، ولذلك هذا اللعب بالنار. بغداد ما راح تسكت، ولا أكو جهة في بغداد تسكت. أقول ما أكو جهة بغداد، لا التشريعية ولا التنفيذية ولا القضائية. هذه قضية تتعارض مع كل الأعراف والمواثيق الوطنية ومع الدستور، وإحنا أقسمنا
اللي يتجاوز على هذه القضية هو حنف بالدستور. هناك الكثير من الإجراءات والمفاجآت لا أريد أن أتحدث. لا اسمح لي شوف القضية شوف راح أتحدث عني ما تعطيني مجال ليش لا 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 شوف يعني نص لا عفوا نص العراق لا 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 نص العراق رايح وكركوك وياه وانتم هناك تتعاركون على منصب رئيس الجمهورية منو ياخذ مكان منو متعارك على يا منصب رئيس الجمهورية منو متعارك على ما اصلا هذا مو بالحساب شنو منصب رئيس الجمهورية ايش راح يسوي احنا المنصب بدنا نكبر به ولا هو بالدستور كل شيء ما عنده شنو اللي يقدر يسوي اخي انا اتحدث اقول لك كثير من الحلول بما فيها الحل العسكري يعني ليش مستبعد بما فيها الحل العسكري طبعا طبعا بما فيها الحل العسكري ليش انا راح اتعامل معه والله هذا هو خلاص انا طلع اليوم زت له ورقتين وراح اقبل بها ساتعامل معه على انه احتلال على ليش هذه اول مره بتاريخ العراق يطلع جي. واحد يخرج على سلطه الحكومه المركزيه جي. ابديني بها من عصر عباسي وانت جاي يوميه واحد طالع تطلع القوة العسكريه تأذبه ليش راح يبقى شكل سيد عبد الحكيم خسرو يعني هذا بناء على كلام استاذ محمد جاي تخيل الوضع في كردستان بالنسبة قياسا بالوضع من كانت تسمى الملاذ الآمن بين 91 و 2003 ذا كان يعني اللي صارت في الحرب الأهلية راح يعتبر ترف بالقياس للظروف اللي راح يمر بها كردستان بعد هذا الحصار المطبق راح ينفرض علينا من تركيا وإيران والمجتمع الدولي وبغداد إذا ما وصلنا للحل العسكري هاي كلها تداعيات تقول لك انتم خليها ببالكم من أصريتوا على الاستفتاء يعني استاذ احمد نعطي مجال فقط اوضح بعض النقاط اولا وهذا طبعا سؤال للساده النواب وعليهم ان يجاوبوك بعدين انه هم اقسموا على تنفيذ الدستور ولكن هل يستطيعون ان يقسموا بانه تم تنفيذ الدستور هذا سؤال متروك لهم طبعا هذا نقطه والنقطه الاخرى يتذكر الدكتور محمد انه الحل العسكري مع ساحات الاعتصام ماذا خلق في العراق وإلى أي نتيجة أدى طبعا أدت النتيجة إلى دمار العراق وشهدنا طبعا 5 ملايين نازح الآن مهجر بين مهجر ولاجئ ونازح في المناطق المختلفة من العراق ومن أهل دكتور محمد موجودين أيضا في المناطق اللي هي تحت سيطرة قوات البيشمركة حقيقة هل أنه الحل العسكري سوف تؤدي إلى نتائج مرضية للجميع الحل العسكري كان موجود منذ عام 1961 هل تم دمج أو تحقيق الوحدة للدولة العراقية يعني أحيانا نقول بأنه الدولة الكردستانية يا حل ولكن لا إذا الحل العسكري الدولة العراقية حلم يعني عزيزي خلي فقط أوضح دكتور أحمد يعني أستاذ أحمد يعني هل إنه من الممكن أن نتوقع أو نحلم بوجود دولة عراقية متكاملة بدون وجود أي مشاكل وربما الكل يعيشون سوية ودون إرغام يعني مواطنة مرغمة كما يحاول البعض أن يقوموا أو يشيروا إليه هذه النقطة النقطة الأخرى كلما زادت طبعا هذه المواقف التي موجودة في العراق سواء من بغداد أو من إقليم كردستان فإن مصالح الدول الإقليمية ستتعاظم يعني إذا كان هناك ضغوط أكثر على إقليم كردستان فإن المصالح التركية والمصالح الإيرانية ستزداد وأيضا المصالح التركية والإيرانية ستزداد على مصالح الشعب العراقي من خلال بغداد وتنازلات بغداد لهذه الدول يعني هل على سبيل المثال إن إيران من أجل سواد عيون العراقيين تريد الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية يعني أليس لإيران دور أساسي في أهم العملية السياسية في العراق هل تركيا على سبيل المثال هي حريصة على وحدة الأراضي العراقية إذا لماذا لم تقم بسحب القوات التركية من بعشيقة ولم ترضى معنى كلامك انتم عاولين على تبدل عفوا يتم أفن. تنفيذها على اقليم كردستان وقرارات البرلمان معنى كلامك عفوا على تركيا على سبيل المثال سيد عبد الحكيم يعني معنى كلامك عذرا لا خليني اسال انا اقول انه الاستفتاء اصبح من الماضي الاستفتاء اصبح من الماضي خلاص وانتم عاولين على تبدل مواقف الدول الاقليميه معاولين على تبادل المصالح مع هذه الدول معاولين على ما أشار لسيد حاكم أنه أنتم أخذين ضوء أخضر من الدول الغربية معاولين على هذا الموضوع ومعاولين على ضعف بغداد وعدم قدرتها على اتخاذ أي موقف وخاصة فيما يخص المناطق المتنازع عليها أليس كذلك؟ على
عزيزي احنا اسسنا العمليه السياسيه في العراق، العراق بدا من الصفر. الاقليم كردستان ساهم بدرجه كبيره في بناء الدوله العراقيه الحديثه. عندما تشيرون بانه الاقليم استفاد من ضعف بغداد، هذا غير صحيح طبعا، هذا منطق غريب جدا. يعني تتذكرون جيدا كيف ساهم الكرد في اعاده بناء الدوله العراقيه، لكن بعد ايش يريد يهدمها هسه؟ يعني بعد سنتين، ليش يرجع يريد يهدمها؟ سنتين من تنفيذ الدستور وجدنا وجود، ليش يرجع يريد يهدمها سيد عبد الحكيم؟ عزيزي استاذ احمد، ليش يرجع يريد يهدمها؟ عزيزي ما يهدمها لانه الآخر لا يريد أن يستمع، يراهن على المعادلات الإقليمية، ما زال هناك عقول تراهن على الحل العسكري، ما زالت هناك نمط من التفكير يراهن على المعادلات الإقليمية والدولية. وبالتالي خسارة الشعب العراقي، عندما على سبيل المثال عندما تم ضرب الثورة الكردية تنازلت عن نصف شط العرب، يعني ما هي التنازلات التي من الممكن أن تقدمها لتركيا على سبيل المثال؟ هل تركيا تحاول تطبيق، وطبعا صرح أشهد موقف واضح من أعضاء البرلمان عندما صرح بأننا سوف نعيد إلى تطبيق اتفاقية عام 1926 واتفاقية عام 1947. يعني ما هذه المواقف التي لم نشهد أي موقف واضح من الحكومة الاتحادية تجاه التصرفات التركية والتصرفات الإيرانية؟ علينا أن نعيد النظر. يعني أنا أدعو طبعا، مو هذا، هذه دعوة أقليم كردستان، يجب أن نفكر بنمط آخر من التفكير، أنه الأسلوب السابق للتعامل بين أقليم كردستان وبغداد انتهى. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، فرض الأمر الواقع من قبل أقليم كردستان على المناطق المتنازع عليها، هذا غير وارد، وأيضا فرض الأمر الواقع من قبل الآخر على هذه المناطق أيضا غير وارد وغير مقبول من الطرفين. طالما نشترك في هذه النقاط وطالما لدينا ثوابت في هذه النقاط، لماذا لا نجلس على طاولة الحوار ونبحث عن صيغة أخرى للشراكة وللتعامل بين أقليم كردستان وبغداد؟ واضح سيد عبد الحكيم، واضح، يعني هذه من الممكن التعامل. واضح سيد عبد الحكيم، جماعة واثقين من نفسهم، أنتم اللي عولتوا على المواقف الدولية وخليتوا إيران وسيد قاسم سليمان، الحاج قاسم سليماني يفتر يشوف لكم حل، وخليتوا رئيس الوزراء التركي ووزير الخارجية التركي ورئيس الأركان التركي دور لكم حل. تالي هيقول لك ذن المواقف بناء على المصالح راح تتبدل وياي، زين، وغصب عليك تجي تقعد وياي تتفاوض. سيد أحمد، وضع العراق وضع مو طبيعي. أولاً يعني كان يحكم من قبل دكتاتور، تسلط فردية وقوة عسكرية. احنا وضعنا اليوم وضع مختلف، كتل سياسية، احزاب، تناحر، قوميات مختلفة، وبعد ذلك منطونا مجال، دخلوا لك تنظيم القاعدة، التوحيد والجهاد وداعش وكثير من الامور التي لا تستطيع الدولة ان تنهض وتقوم بمهامها. مع هذا نجد اليوم اكو توحد، اكو كان هناك انتصارات تحققت. شو يقدر يسوي هذا التوحد؟ اقول هذا اليوم احنا امامنا، هاي الوحده ايش تقدر تسوي؟ اذا تسمح لي، اليوم امامنا خيارات. أي، يعني هم خلف الله عليهم وحدوا السنه والشيعه العرب الكرد، الكثير من هذه المواقف اليوم نشعر اكو خطر حقيقي على البلد، وكنا يعني ملزمين بالحفاظ على وحده هذا البلد. اليوم عندنا يفترض انه علاقاتنا مع هذه الدول، مع ايران، مع تركيا، قلق المنافذ الحدودية، قلق المنافذ الجوية، هذا أمر طبعا بالتأثير. روسيا اللي هي صديقتكم، صديقة التحالف الوطني، محسوبة على محور قريب، على محسوبة على محور إيران. روسيا سوى عقد عز الأزمة، عقد روس نفط ويا كردستان. تركيا باشر تقول راح أسد النفط، بس مقابل الدولارات اللي تجيها بسبب نفط الليمون راح تفتح. إيران عندها مصالح، مستوى التبادل التجاري، عدد من مليارات الدولارات بين كردستان وبين إيران. هذا الشغل مشتغلين الجماعة الذكاء، أنتم تقدرون تسوون هذا الكلام قبل الاستفتاء. هسه نشوة الاستفتاء عند الأخوة الكرد، وبعدها أكو مشاكل داخلية داخلهم. يعني ما أعتقد التغيير والاتحاد والأحزاب الإسلامية هناك يعني توافق على ما يجري. كذلك اليوم الحكومة العراقية، جميع الكتل السياسية متوحدة ضد ما جرى، لذلك هذه ما أعتقد ستستمر. إحنا فقط عندنا بالشرطة، شرطة الحدود والجمارك، أكثر من 7000 منتسب، ذول رواتبهم، تسليحهم، تجهيزاتكم كلها من الحكومة المركزية. عندنا المنافذ الجوية،
عندنا كثير وهو هم عندنا رواتب وهم عندنا رواتب كركوك نعم هم عندنا نفط كركوك ويقدر ينطي رواتب عندنا نفط كركوك ما متفقين عليها فقط تروح لأربيل اليوم الاتحاد ما مستفاد منها الشعب الكردي ما مستفاد من هذا النفط ما انطيت نقطة لحد الآن لا كتحالف لا. وطني كشيعة سمتم مرات التيار الصدري ما لكم علاقة بالتحالف والعد ليش لعد صار اللي يعني صار يعني اخو انت مو اقول لك يعني مو معناها ان احنا صرنا لا لا انطيني خطوه كرئيس لجنه امن ودفاع اليوم هذه لعد باكر شو تقول رئيس باكر جايك عقب باكر جايك رئيس وزراء وانت رئيس لجنه امن ودفاع عندنا نقاط وطلبتوا منه اليوم يحرق قوات على مناطق متنازع عليها نعم شنو المشكله امر وامر طب يعني شنو المشكله يعني احنا عندنا اسمعني اول قضيه اذا انت متابع يعني كل العالم اشاد بالقوه العراقيه وتنامي القوه العسكريه العراقيه من جيش من جهاز مكافحة الإرهاب من حشد من شرطة التحالف على داعش على داعش وعلى الجميع نحن نمتلك القوة ونمتلك السيطرة ونستطيع أن نفرض القوة في أي مكان آخر ونستطيع أن نجابه أي جهة تهدد أمن العراق لكن يجب أن يكون هناك لغة للحوار والتفاوض لا يستطيع أحد أن يجابه المؤسسة الأمنية العراقية صدقني اليوم 86 دولة من قادة إذا تسمح لي أستاذ أحمد 86 دولة كلهم مدربين بالخارج كلهم مدعومين بمعلومات كلهم مدعومين باتصالات وحواسيب وأسلحة متنوعة ومتطورة إسرائيلية وأمريكية وروسية واستطعنا أن ندحر هذه القوة الهائلة وحققنا انتصار رقم هذا التفاوض كاك مشعود يقول, خليجي يجرب حظه اللي يريد يستخدم القوة احنا أولا احنا ما نفرض اولا هم اخواننا اخوتنا الكرد دماءنا اختلطت يجب ان يعني نغلب لغه الحوار لكن نحن قادرين على فرض الامن في اي بقعه من الاراضي العراقيه وين رايح الامور للحرب استاذ محمد رايح للحصار اجراءات الحصار الجماعه مترهين مترهين الجماعه قاعدين سووا استفتاء مناطق متنازع عليها يقول لك انا المواقف الدوليه راح اقدر ابدلها وفق المصالح اللي ما قدرت بغداد طيله 14 سنه تتعامل وفق هذا مبدا تبادل المصالح ايران باكر تبيعك تركيا باكر تبيعك والولايات المتحده مطيضه واخضر واسرائيل داعمه الولايات المتحده اسرائيل داعمه نعم بس الولايات المتحده ما مطيضه واخضر ما عندها موقف معلن وموقف مخفي موقف الولايات المتحده رافض بشكل واضح وانا استغرب من موقف سيد حاكم اليوم مو بس باعتباره رئيس لجنه امن ودفاع باعتباره ايضا ينتمي الى التيار الصدري اللي يتكلم بوحده العراق انا لازلت اسمح لي بس لازلت اتحدث و لا بس ادعو الى قضيه الحوار بس اسمح لي على وحده العراق بس اسمح لي اخي اكو مصالح سلائل امريكا تحافظ انا فقط اعترضت على امريكا ولا ايران ولا تركيا لكن كل من عنده مصالح تطابقت في هذه الجزئيه في نقطه الحفاظ على العراق على الاقل وضع المنطقه في هذه السنوات القادمه القليله القادمه هذه قضيه امن قومي تتعلق بايران وتركيا وحتى الولايات المتحده الامريكيه اما ما يتعلق بانه احنا لازلنا بس انت تقول قبل شويه تقول اروح على الحوار احنا ممنونين على الحوار مو صارنا اي من اعلن عن الاستفتاء بشهر 6 الى الان نقول حوار حوار وماكو اقواع يجي يقول لك لو هاي لو اني ما اقبل زين الان انت تقول لي بعد ما صار الاستفتاء وهذا الموجود انت راح تقبل تقعد جايب لي ورقه الاستفتاء حاطها بجيبه لو يقول لك لو تنطيني هاي لو اروح على الاستفتاء انا والله مستغرب من موقف رئيس لجنه الامن والدفاع هذه القضيه ما ظل بها تفاوض ما يجي على الآن هذا الورقة الباطلة الغير شرعية الغير قانونية من يريد يرجع يبعد على طاولة مفاوضات خليه البديل خليه البديل ما تتفاوض انطيني البديل لا مو ما تفاوض تحاصر تعطيني مجال لا لا اسمح لي اعطيك مجال اسمع لا تحاصر شعبنا الكردي مو تقاطعني ما تخليني اكمل تعطيني مجال اكمل فكرتي يا اخي البديل. لا تبتر ارجوك تفضل شوف انت من تجي هو ليش راح للاستفتاء حتى يجيب الورقه يقول لك انا هسه عندي ورقه اريد اتفاوض بيك وياها قلنا لك اتركها تعال اكو مبادره محليه ومبادره دوليه ومبادره امميه ولا كان ولا احد يقبل يقراها هذا احكي على الطرف الكردي زين احنا انت من جيتني بهذه الروحيه وبهذه الحاله حتى تجيب ورقه وتقول لي انا صار عندي موقف تساومي اقوى لا هاي ورقتك انا ما اقبلها روح القيها ورا ظهرك وتعال اجلس معي خلينا نتفاوض اما من يعني يتامل او يتمنى ان يسيطر على المناطق المتنازع عليها وكركوك ونبطها لا يا اخي هذا احتلال سينتهي وسينتهي قريبا اسمع هذه احسبها علي هذا سنتعامل معه على انه احتلال وهذا الاحتلال سينتهي قريبا خذها من عندي هذا مو قرارك كرئيس لجنه في البرلمان لا 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 نعم لا هذا قرار هذا قرار العراق هذا قرار الشعب العراقي مو قراري انا يعني فرد هذا قرار الشعب
وراح تشوفوا الاجراءات القادمه، اما خطوه عبثيه مثل هذه الخطوه لن تمر بهدوء وسلام. جيد سيد عبد الحكيم، هسه بريد نبالغ وروح للحرب، خلينا نروح لاجراءات اقل قسوه من الحرب. ماذا لو التقت المصالح العراقيه الايرانيه واغلقت المنافذ من ايران؟ ماذا لو التقت المصالح العراقيه التركيه واقصد بغداد وانقره واغلقت المنافذ، وموضوع سوريا ايضا محسوم، وحوصر الشعب الكردي هذا الحصار، لا يطلع نفط، للطب اغذيه، للطب ادويه. اكو شغله ثانيه، الكابل الضوئي مال الانترنت هم اذا انقطع، هذا هم ببغداد الكاك ماله الكابل الضوئي، تنقطعون عن العالم نهائيا. يعني حتى اذا تردون تطلبون نجده من اصدقائكم الامريكان هم ما عندكم لا انترنت ولا تليفونات. زين تخيل وضعكم، تخيل وضعكم. يعني اعتقد اذا انقطع الانترنت فقط راح نخسر الحوار اللي يدري بيننا من خلال الواتساب. طبعا بصوره عامه مساله الحصار وفكره الحصار يا اخي خلونا يجحب هاي، خلونا يجحب هاي ابو الشاقه ومسولف يا كاك عبد الحكيم. يلا عزيزي عزيزي استاذ احمد، طبعا الفكره الاساسيه انه نتذكر جيدا حقيقة سنة 1988 عندما بدأت عمليات الأنفال وضرب حلبشة بالكيمياوي. آنذاك لم تكن هناك طبعا لا وسائل التواصل الاجتماعي ولا وسائل إعلام، وحتى الوضع الدولي آنذاك كان في إطار الحرب الباردة. الآن يعني نحن نتحدث عن حالة مختلفة جدا. على الأقل يعني الأخوة يعلمون بأنه أكثر من 2,000,000 نازح موجود الآن في إقليم كردستان، و 300,000 لاجئ سوري موجودين في الإقليم. وهناك القواعد الأمريكية والتحالف الدولي موجود الآن أيضا في إقليم كردستان، هناك تواصل في هذه المسألة، في مسألة الحرب على داعش، والحرب على داعش ما زال باقي. الأقليم عندما يشير إلى أنه سوف نبدأ مرحلة جديدة من التعاون، وهذا التعاون ربما سيستمر في هذا الإطار الذي نحن فيه الآن، وسنتواصل في إطار الحرب على داعش في هذه المرحلة. البعض من الأخوة ربما لا يقدر حجم المخاطر الذي سوف يؤدي إلى مسألة التهديد باستخدام القوة العسكرية. الأستاذ حاكم دكتور محمد يعلم جيدا بأن هناك تحالف دولي يدعم القوات العراقية ويدعم قوات البيشمركة، لا تتصور ويدعم وحدة العراق سيكون فقط على قوات البيشمركة، ويدعم وحدة العراق. النقطة الأساسية سيد عبد الحكيم اللي ما منتبه لها الكرد، عفوا النقطة الأساسية اللي ما منتبه لها القادة الكرد وبالتحديد كاك مسعود برزاني اللي ما منتبه لها، أنه التاريخ سيلعن أي عربي في السلطة في بغداد يتفاوض وعلى استقلال كردستان، سيلعنه التاريخ. هسه مو يخسر انتخابات 2018، هاي خلصانين منها. اي واحد يتفاوض وياكم يقعد هنا ينهي مستقبل السياسي والتاريخ راح يبقى يلعنه اذا ما سحل الشعب بالشارع. هاي النقطه ما منتبه لها القاده الكرد، منو يجرؤ اليوم يقعد وياكم ويتفاوض بعد الاستفتاء؟ استاذ احمد نعم، استاذ احمد نعم، خلينا نكون واقعيين. نعم، الدولة العراقية دولة تأسست في عام 1921 ومن خلال الإنجليز، وكان هناك اتفاقيات بين فرنسا وبريطانيا آنذاك، وأيضا بعدها صارت اتفاقيات مع تركيا لتحديد الحدود وما إلى ذلك، وهذه التفاصيل بعيدة جدا. لكن نعلم جيدا بأن العراق لم يتوحد منذ عام 1961. يعني هل تتوقع أستاذ أحمد أنه سيأتي شخصية عراقية أو كتلة سياسية عراقية تستطيع أن توحد الدولة العراقية بهذا المنطق الذي يتحدث به دكتور محمد أو يتحدث به بعض الأخوان الآخرين؟ لا يمكن القول بأنه تستطيع أن توحد الدولة العراقية. إذا مسألة التاريخ عزيزي أستاذ أحمد، مسألة التاريخ عندما تقول سوف لن يتنازل أي عربي على هذه المسألة، على مسألة
وحدة الأراضي العراقية، هذا يقابلها أيضا سوف لن يأتي شخصية بالعراق يستطيع أن يحافظ على وحدة الأراضي العراقية. تكلفة الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية هي أكبر من تكلفة التفكك حقيقة. يعني هل المجتمع الدولي على سبيل المثال سيجتمع ويعمل تحالف دولي للحفاظ على وحدة الأراضي العراقية؟ كان لدينا هذا الدعم في عام 2003، كان هذا الدعم أعظم في عام 2005 عندما قمنا بكتابة الدستور، والدعم ازداد خاصة فيما يتعلق برفع الديون والأموال المجمدة والخروج من الفصل السابع. عزيزي الأستاذ أحمد، أكو واقع الإقليم، كان هناك تدخل دولي بموجب قرار مجلس الأمن 688، وأيضا هناك قرارات أممية، حتى قرارات مجلس الأمن التي تعيد عمل المبعوث الأمم المتحدة في العراق تذكر وتعيد وتكرر دائما منذ عام 2007 على ضرورة قيام الحكومة الاتحادية برسم الحدود الداخلية وإنهاء ملف المناطق المتنازع عليها. وبالتالي هي مسألة أممية لا تتعلق حقيقة بمواقف داخلية سواء كان من الإقليم أو من بغداد. يعني هذه أمور فيها حساسيات من الممكن أن نتعاملها. ما حاس من حساب الأجواء داخل البيان الذي ما حاس من أي حساب هذا الكلام. هذا الكلام إذا كان فعلا يمثل عفوا هذا الكلام هاي المواقف إذا كانت تمثل القيادة الكردية، ففعلا أنتم ما عارفين وما حاسين باللي صاير ببغداد واللي جاي تعده بغداد واللي جاي تتحرك على أساسه بغداد. بغداد متجهة إلى ستخسر بغداد. تقدير ستخسر بغداد خنق أحمد. خنق كردستان خنقها بغداد. مو قتالها خنقها. عزيزي العراق بحاجة إلى دعم دولي لإعادة بناء المناطق المدمرة. هناك العديد من المؤتمرات التي ستعقد لدعم الشعب العراقي. هناك المزيد من الدعم إلى الجيش العراقي. هل تتوقع بأن كل هذا الدعم سيستمر إذا ما قامت الحكومة العراقية بالمزيد من التصرفات ضد أقليم كردستان وفرض حصار وتجويع وما إلى ذلك من النقاط التي حضرت ذكرتها؟ يعني الوضع ليس بشكل الذي أنت يعني وحضرتك يعني تتكلم عنه في هذا الإطار. الوضع أعقد بكثير. العراق ملتزم بمجموعة من القرارات الدولية. العراق محكم بمجموعة من الالتزامات الدولية. لابد أن يرجع العراق كدولة فاعلة في الشرق الأوسط تحافظ على السلم والأمن الدوليين. قرار مجلس الأمن كان واضح جدا. هناك شقين. الشق الأول يمثل بضرورة كردستان داعش ومسألة النازحين. مجرد القرار مجرد استفتاء. حبيبي استفتاء. إنه النقطة الأخرى أستاذ أحمد. أستاذ أحمد تفضل. بيان مجلس الأمن إشارة واضحة إلى وجود أزمة حقيقية في العراق. زين. وهذه أول مرة يصدر بيان من مجلس الأمن يشير إلى وجود أزمة حقيقية بالعراق. وربما سيتطور هذا إلى قرارات أممية في المستقبل. جيد. تفضل. عم حاسب بس والله عم حاسب بس ملاحظة بسيطة الأخ محمد تميم. أقول له زايد علينا، إحنا ما ظلت قطعة، ما ظل شارع بمدينة الصدر بقطعة سوداء. والله حكيك اليوم لا يزال ماسك العصا من الوسط. لا تقول لي ولا أقول لك. وإحنا حررنا وجاي نحرر مدنكم الحويجة. عم تطلع جاي تحرر مدننا من كفر توفين. قالت خلينا نسولف الماي رامين. هسا إحنا واقفين على قضية تعدد وحدة العراق. عم رجع نازحيني مال جرف الصخر حتى ظلوا أقوياء. جاي يرجعون. مو هالشكل. هسا تقول عم اطلع من مدننا ممنونين. اطلع جاي ندفع دماء. عم خلينا نمشي ولا خلينا نسولف الماي تسولف. جاي ندفع دماء. وجاي نقول آخر الداء الكي. إحنا أولاً قلت إحنا نفرض القوة بأي مكان ومستعدين وعدنا قوة لا تستطيع أي جهة جابها. وبينت اليوم بالنقاط اللي طرحتها. يقول أستاذ عبد الحكيم أنت ملتزم بقوانين دولية. طرحنا. من يسمح لك؟ التحالف الدولي موجود. طهران التحالف الدولي موجود. على أي أساس؟ من يخليك تحرك جندي؟ اسمعني. إجراء الاستفتاء قلنا غير دستوري ولا نحترف به. وهذه النقاط والبيانات أنا كاتبها باعتباري رئيس لجنة الأمن والدفاع. وقبنا إلزام القائد العام بنشر القوات والسيطرة على المناطق المتنازع عليها والحقول النفط. هاي النقاط بعد شنو اللي الخلل اللي صار بالموضوع؟ شنو التهاون بالموضوع؟ يعني هل هي القضية مو قضية أنه لا تعال جيب قوة، أولاً جيب قوة روح احتل كركوك. مو هذا الكلام. إحنا أولاً عندنا طرق نستطيع أن نفرض كثير من الأمور نأثر على مثل إيش؟ يعني اليوم خنقهم من خلال المنافذ الحدودية
لا يمكن لهم أن يؤسسوا دولة، مستحيل. هاي واحدة. ثانيا احنا عندنا الأربعاء جلسة نشوف الحكومة شنو إمكانياتها، صح لو لا؟ تحرك قوات الحكومة، ليش ما تحرك قواتها؟ اليوم قلت لك عندنا قوة والجهتين والبيشمركة والقوات العراقية والحشد اللي كان يقاتلن داعش سوال راح يتقاتل. احنا ما نريد نوصل لهذا، لهذه ممكن الأخوة الكرد أن يتركوا قضية الاستفتاء ويعودوا إلى وضعهم. استفتاء صار، يعني استفتاء صار، شنو صار؟ شنو استفتاء صار وعندهم رغبة يجون ونوابهم يدامون ويتفاوضون وياكم. لا لا، أي تفاوض؟ عندهم رغبة. أي تفاوض على الاستفتاء؟ شفت الأعلام، شفت الأعلام العراقية اللي وراء كاك مسعود اليوم، وراء كاك نجيرفان اليوم، أعلام عراقية لحد الآن. وسأل الصحفي كاك نجيرفان قال له شنو هالعلم؟ قال هذا العلم يبقى مرفوع وراء ظهري، بعدني فاتح مفاوضات ولد أكون جار. أي تفاوض على الاستفتاء لا يوجد، هذا كان كلام واضح من قبل رئيس الوزراء وهو القائد العام للقوات المسلحة. أي تفاوض، وهذا رأينا جميع الكتل السياسية، أي تفاوض على الاستفتاء لا يوجد. على الاستقلال تقصد؟ الاستفتاء صار. الاستفتاء والاستقلال، وإن كان الاستفتاء لا يعني شيء إنه، وإن مارسوا عملية إنه استفتاء لا يعني إنه شيء. إحنا نرجع إلى وضعنا الطبيعي، وأعتقد عندنا قدرة وعندنا قابلية أن نستطيع أن نفرض الأمن والقوة في أي مكان من العراق. جيد. كذلك عندنا اليوم قلت لك إحنا المنافذ الحدودية، المطارات، إمكانياتنا، علاقاتنا مع دول الجوار، وبالتأكيد وجود دولة لا ترضى إيران ولا ترضى تركيا ويهدد الأمن الإقليمي. وبياناتهم واضحة اليوم، أغلبهم قلقوا المنافذ الحدودية. إحنا اللي نخشى فقط أنه أمريكا، وأنا أعتقد وأعتقد جازم أن أمريكا مؤيدة، ورأي أمريكا من رأي إسرائيل. سالم محمد، الكثير ربطوا الاستفتاء بموضوع إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وقالوا أنه إذا ما صارت الانتخابات في موعدها كأقصى حد يوم 15/5/2018 فسيجعل من العراق كدولة، يعني كدولة شرعية هاي الدولة شبيهة بشرعية إقليم كردستان بعد الاستفتاء، يعني لا شرعية للحكومة إذا ما صارت انتخابات. أما إذا صارت انتخابات وبثقت عنها حكومة منتخبة حتى لو الكرد ما شاركوا بها، حتى لو الكرد ما شاركوا، راح تكون أكو قوة قانونية شرعية المجتمع الدولي معترف بها، جاي يفاوض على إقليم، جاي يحاول يتمرد ينفصل. شنو رأيك؟ شوف، هو قبل أن أفوت على الإجابة على هذا السؤال، وراح أجاوب عليه بشكل مركز، يعني السيد حاكم يعني حقيقة من يعني يعتقد أو هكذا افتهمت انه احنا واقفين كسنه، واقفين لانه اجى حرروا مناطقنا او الحشد، احنا واقفين لان نعتقد هذا العراق مالنا، مالي وماله مال الاخر. انا ماكو واحد مواطن درجه اولى وواحد مواطن درجه ثانيه، لكن اللي اتمناه ايضا حتى انا الاصوات الاخرى اللي تطلع منا ومنك واسكتها، تعال تعاون وياي، خلا رجع جرف الصخر اللي صار له 3 سنين. اسمح لي. لا لا، شو تريد من السيد حاكم؟ لا 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 لا، أنا ما أتحدث عن السيد حاكم. لا، حتى الحكومة والبرلمان. لا لا لا، أتحدث يعني هذه طريقة المنة بالطريقة اللي يصير بها حديث، هاي مرفوضة. شوف، هاي مرفوضة إطلاقاً. ما ماكو يعني هسا أنا ما أقدر. خليني أرجع على موضوع الانتخابات. من أكو قضية وطنية اليوم، اليوم النصاب عندنا بدون الكرد، ولا واحد من الأخوة الكرد حضر للجلسة، تجاوز عندنا 185 اليوم النصاب في مجلس النواب، وبالتالي قانون الانتخابات سيمضي خلال هاليومين 3 في مجلس النواب، وبالتالي قد تكون هناك إشكالات أخرى تتعلق بالمشاركة وتتعلق ببعض القضايا الأخرى في عادة النازحين حتى تسرع الانتخابات. أنا أعتقد قادرين على حلها إذا ما توفرت النية الحقيقية، وأعتقد ماكو أسوأ من الظرف اللي يمر به العراق الآن، يجب أن تتوفر النية الحقيقية حتى نعيد اللحمة الوطنية بشكلها الحقيقي ونذهب إلى الانتخابات، ولن نكون دولة فاقدة للشرعية بكل مؤسساتها. سيد عبد الحكيم، الكرد يشاركون بالانتخابات القادمة ولا لا بعد إجراء الاستفتاء؟ يعني حسب ما هو معلوم وما مصرح به، طالما بقينا في إطار العراق فإنه ستكون هناك مشاركة، لكن أنا قناعتي الشخصية، قناعتي الشخصية، ولا أقول إن هذه قناعة القيادة السياسية الكردية، وحضرتك حكيت على مسألة العلم، طالما بقينا في إطار العراق فإنه ستكون هناك مشاركة، لكن قناعتي الشخصية أنه من الضروري عدم مشاركة الكرد طالما ذهبوا إلى الاستفتاء، وطالما كان هناك نية بالاستقلال فإنه يعني لا يوجد هناك أي مبرر للمشاركة في الاستفتاء. ماذا ستكون يعني مواد الحملة الانتخابية على سبيل المثال في أربيل ودهوك والسليماني وهذه المناطق؟ هل هذا ينسحب على ما تبقى من هذه الدورة؟ يعني هل لا يوجد مبرر
ماكو مبرر ان النواب الكرد الحاليين ما يدامون في البرلمان، خلاص ينهون علاقتهم في بغداد وكذلك المناصب الاخرى. انا نظرتي الشخصيه كما قلت، انا نظرتي الشخصيه لا يوجد مبرر، لكن هناك اراده ورؤيه لدى القياده السياسيه في اقليم كردستان بانه صحيح قمنا باجراء عمليه الاستفتاء، والاستفتاء هو للتعبير عن اراده شعب كردستان، لكن سيكون هناك استمرار في المشاركة في السلطات الاتحادية، وعلى الأخوة في البرلمان وحتى في الحكومة الاتحادية أن يكونون أكثر يعني دقة في النائب الكردي. النائب الكردي يعيدون اليوم صوت على الانفصال، هذا مخالف حنث اليمين، هذا مال الحفاظ على وحدة العراق، خلص هذا يستوجب أن يصوتون عليه ويقيلوا من مجلس النواب. بالتأكيد من حق عزيزي من حق مجلس النواب ومن حق الأخوة الآخرين داخل مجلس النواب أن يقولوا لهؤلاء، للأخوة النواب الذين شاركوا مع السلامة، لا يمكن أن تبقوا في إطار أو في قبة البرلمان، لأنكم أقسمتم على وحدة الأراضي العراقية، وكل من أقسم وخالف القسم عليه أن يتنازل أو يستقيل. هذا أنا متفق معك، ما أختلف معك، لكن نقطة أخرى، وكذلك المناصب التنفيذية. في عام 1992 عندما قامت الحكومة الاتحادية عزيزي، عندما قامت الحكومة المركزية آنذاك بسحب الإدارات من أقليم كردستان، ساهم بتشكيل نواة لإقليم كردستان وتأسيس برلمان. آنذاك أيضا تركيا قامت بقطع الحدود، وقامت إيران بقطع الحدود مع أقليم كردستان، وكان هناك ضغط كبير، وأقسموا على إفشال تجربة أقليم كردستان، وفعلا ساهموا في حتى فيما يتعلق بالحرب الداخلية، لكن استمر أقليم كردستان واستمر كأقليم، وتم الاعتراف به في إطار الدستور العراقي الدائم في عام 2005. الآن عندما نتحدث عن الدولة هناك اعتراف عزيزي، عفوا سعد حكي، بس خلينا نتحاسب، شو وقت استمر كإقليم؟ ظليتوا حرب أهلية، البارتي إذا يشوف واحد لابس تيشيرت أخضر يكتله، واليكت إذا يشوف واحد لابس تيشيرت أصفر يكتله، هاي بين اليكت. زين، إلى أن صار مشروع تحرير العراق من 98، جمعتكم الولايات المتحدة الأمريكية، وجمعت مام جلال الله ينطي الصحة والعافية، وجمعت كاك مسعود، وراضتهم لين صار موضوع تحرير العراق، وبدت مفاوضات المعارضة العراقية، ولسواد عيونكم حتى يجون هنا يحتلون العراق. تمام، شو صار إقليم؟ عزيزي استاذ احمد، نعم عزيزي استاذ احمد، الا تعتبر بان الحرب الطائفيه في العراق هي حرب اهليه؟ واليوم السيد حاكم يتحدث عن وجود توحيد للمواقف السنيه والشيعيه في اطار الابقاء على وحده الاراضي العراقيه والانتصارات التي حققها الجيش العراقي، وبالتالي نحن نتحدث انه في كل مجتمعات هناك حرب اهليه، هناك تحدث خلافات، لكن ما بعد الحرب الاهليه ستكون هناك توافقات لن تؤدي الى الرجوع الى مساله الحرب الاهليه. نحن نتحدث انه الاقليم عندما تم تاسيسه في اطار البرلمان بقي وتم الاعتراف به في الدستور العراقي الدائم. انا اقول بانه هناك خطوات محسوبة جدا، القرارات التي صدرت اليوم سواء من الحكومة او من البرلمان الاتحادي هي قرارات الاذن او منفست لإعلان دولة كردستان، وهذا الدليل. ولا جيد 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 ولا جيد. إيران لا تستطيع أن تغير حدودها، حدود أمر جيد الواقع جيد. هذه حدود أمر الواقع عزيزي جيد. حدود هذا مصير واضح. مصيرنا موجودين في واضح. هذه المنطقة لا يمكن أن يغير المصير. واضح سيد حاكم، تدري اليوم الإقبال كان قبل الظهر ضعيف على صناديق الاستفتاء، يعني لكن من سمعوا بيكم صوتوا على هذه إعلان الحرب استفزيت الكرد وراحوا، والطوابير طلعت خارج المدارس وخارج مراكز لا الاستفتاء. لحد ما تم إقلاقها بالسليمانية كان الإقبال ضعيف جدا، بكركوك ضعيف جدا، أما ما يتم تصوره وتصويره فهو مو صحيح. طيب، كثير من الكرد، وإحنا شفنا بياناتهم، كثير من الكرد صوتوا بلا، لكن قل لي شو راح تستقبلون زملائكم الكرد في مجلس النواب؟ المناصب التنفيذية حصة الكرد شو راح يتم التعامل معها؟ خلص اليوم صوتنا بالبرلمان على عدة توصيات، على الحكومة أن تلتزم بها، البرلمان كذلك يلتزم بها، وبالتأكيد هذه التوصيات ملزمة للحكومة، ونأمل من رئيس الوزراء أن يقوم بتنفيذها، ومنها قضية من شارك في التصويت يجب إبعاده.
نواب ومناصب تنفيذية؟ التشريعية والتنفيذية. أستاذ محمد، موقفك من هالقضية؟ الحقيقة يعني هي تدري زملاء نواب وأكو قسم منهم راح شارك، بس إحنا مثل ما قلنا أكو إشكالية دستورية. اسمح لي. لا مو بس لا، موقف الهيكتي يختلف عن موقف البارتي، موقف غوران يختلف، يعني كلها راح تصير. لا واحدة. اسمح لي، إحنا نتكلم عن اللي راح صوت، هذا موضوع آخر. زين، شو راح تثبتوه منو هذا صوت منو ما صوت؟ لا هي ماكو شيء ما معروف، ماكو شيء ما معروف ولا أكو شيء ينضم، وحتى اللي ما راح وهو صور نفسه أكو من صوره ما واضحة. زين، وبالتالي اكو قضيه اشكاليه تتعلق بالحنف باليمين، خلي هو يحلها، يقول لي شلون احلها هسه. يعني شلون يقدر يطلب للبرلمان هو مقسم انه يحافظ على وحده العراق واليوم راح يريد قسم العراق؟ ما محتاج. استاذ عبد الحكيم قال لك ما محتاجين، وجهه نظر الشخصيه. وجهه نظر الشخصيه هذا. يقول لك ما محتاجين، احنا خلاص ماضين نحو الاستقلال وخلي يجون. شوف، اللي حنف باليمين مو معناه انت تاخذ مقعده وتجيب بي عربي. اكو حزب ودخل اشترك بانتخابات ولا يزال عمليا يعتبر جزء من العراق، وبالتالي يبدل بشخص اخر على الاقل ما مسوي هاي الفعله وهو نائب قاسم. طيب شباب، نلحق نقرا فيسبوك. ازاد حاجي زين، اي ما دام عندنا انترنت هسه قبل ما يقطعون الكابل مال الانترنت. الخطوه الاولى تحققت بنجاح باهر، وكان من المفترض أن تأخذ الخطوة الثانية وقت أطول، ولكن بقرارات بغداد التشنجية سوف تختصر الوقت والمسافة علينا، ولنجعلها من سنوات إلى أشهر لتحقيق هذه الخطوة. الآن تبين لماذا كان الجميع يطلب منا التأجيل، لكي تكسب بغداد الوقت وترينا وجهها الحقيقي. أردتم الوقت لتكسبوا المزيد من القوة، لتفتكوا بهذا الشعب ولتعيدوا استعباده، ولكن بحنكة الرئيس البرزاني كل شيء يمشي ضمن المعقول. سوف نتحمل كل شيء، ولكن لن نتحمل عودتنا إلى بغداد مجرد استفتاء. أقمتم الدنيا، ماذا لو إعلان الاستقلال مباشر كان استخدمت الكيميائي والنووي وأبدتم الكرد لو استطعتم. علاء الأسد، في غفلة ثبت ليها، في غفلة من الزمن وتحت أنظار ثلة من الساسة الفاسدين، نقف اليوم بلا حول ولا قوة، متفرجين على اقتطاع جزء عزيز من أراضينا، وبعيدا عن العاطفة فالأخوة الأكراد لهم خصوصية مختلفة تماما لا تنسجم إطلاقا، وتوجهاتنا الرجعية كعرب، لكن هذا ليس مسوغا يعطيهم الحق في اتخاذ قرار أحادي الجانب، فنحن شركاء في سفينة واحدة. وفي ظل الخنوع التام لحكومة المركز، فلا أستبعد تحقيق كامل الحلم الكردي بل وحتى أحلام الدول المجاورة. قد أخفر لحكام الصدفة سرقة أحلامنا وأموالنا، لكنني والتاريخ لن نغفر لمن فرط بالأرض والعرض. مع فائق احترام بحضرتك أستاذ أحمد. شكرا لك سيد علاء. شكرا لك سيد حاكم الزاملي هنا عن كتلة أحرار، رئيس لجنة الأمن والدفاع. شكرا لك سيد محمد تميم، رئيس الكتلة العربية النيابية. والشكر للدكتور عبد الحكيم خسرو، أستاذ العلوم السياسية في جامعة أربيل. شكرا لكم، نشوفكم باشر إن شاء الله.